السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ديال اليوم غادي نحاول نعطيكم فيه مصادر اللي تجيبوا منها زيت أرغان، زيت تين شوكي وزيت أساس لانسونس أو لا اللبان. طبعا هذا الفيديو ماشي إشهار بدون أي مقابل، فقط لأن كانوا تساؤلات كثيرة منكم على المصادر و يعني كل شيء تلف. اذا رجعتوا للفيديو اللي عملت كنت عطيت فيه وصفه فيها الثلاث مكونات تلقاو كل شيء كيسول على منين يجيبوه يكون مصدر موثوق. وهنا كان ضروري انني نلبي لكم الطلب ديالكم، وغتلقاو في لاباغ دانفو الرابط ديال هذا الفيديو هذا تشوفوا باش تستافدوا منه. دونك كما قلت لكم هذا ماشي اشهار. اول مصدر اللي غادي نهضر لكم عليه هو مصدر اللي يجيبوا منه زيت أرغان. زيت أرغان خاص بالتجميل، لانه كاين زيت أرغان الغذائي وكاين زيت أرغان الخاص بالتجميل، والاختلاف كاين في الطريقه ديال ليكستراكسيون هذاك طوهيفي ولا اخر لا. دونك بالنسبه لزيت أرغان الخاص بالتجميل غتجيبوه من عند واحد السيده مشهود ليها بالامانه. وعلاش انا رشحت لكم هاد السيده؟ كاينين بزاف ديال السيدات اللي كيعصروا زيت أرغان في البيت، ولكن هاد السيده امينه مشهود ليها بالامانه، مجتهده، وكذلك نموذج مثالي لا فام بوزيتيف. علاش؟ لانها الايجابيه ديالها خلاتها كتقاوم مجموعه من الظروف، من ضمنها يعني ظروف سيئه اللي دازت منها، ومع ذلك وهي سيده اميه يعني ما قرياش، ولكن جد واعية، واستطاعت انها تعلم بزاف ديال الامور، ومن ضمنها انها تصنع صوابين وتصنع بزاف ديال المنتجات، اقتنت آلة لعصر الزيوت، وكتعمل زيت ديال أرغان في البيت ديالها. زيت ديال أرغان ما كتطحنوش بالآلة، لا كدير لا ميثود ارتيزانال اللي هي تطحن بالراحة وكتعصر باليد، وهذه أحسن طريقة لاستخلاص زيت أرغان. كاينة لا ميثود الثانية اللي هي لا ميثود ميكانيك، غنخلي لكم هنا صورة باش تفهموا علاش كنهضر. هذه كيديروها بزاف ديال كاين تعاونيات أو جمعيات أو لا مؤسسات اللي كيديروا هذه الطريقة هذه. مهم هاد السيده هادي ممكن انها توفر لكم زيوت، لان عندها آلة العصر زيوت. ممكن نتوما غتهضروا معها، نخلي لكم في لاباغ دانفو ام انس، غنخلي لكم رقم الهاتف ديالها، وغادي نخلي لكم كذلك الفيسبوك ديالها كوم سا باش تواصلوا معها. الوغ بالنسبه للسيده ام انس، كما انا هدرت معها باش توفر لكم زيوت اللي يكونوا في لي نورم من حيث التعليب، لان دائما كنقول لكم يفضل او لا خاص يكونوا زيوت اللي معلبه في قنينات اللي يكونوا بنيه. دونك هي غادي توفر لكم هاد الزيوت هادو في قنينات بنيه، وانتم كتشوفوها، انتم هنا غتشوفوا الصور وغتشوفوا الاثمنه ديال هاد الزيوت. كاينين اللي في قنينات بنيه زجاجيه وعاديه، وكاينين في قنينات اللي بالكونتغوت. نتوما اختاروا اللي عجبكم. دونك هادو هما وهادو الاثمنه ديالهم. حاجه خصني نضيفها لكم، زيوت غير محمصه، زيوت اللي كتستخلص من بذور غير محمصه، لوكسيداسيون ديالها او الاكسده ديالها كتكون كتر، يعني كتكون مواصطابل هاد الزيوت بالمقارنة مع الزيوت المحمصة. بمعنى ان الا خدينا زيت أرغان ديال الاكل وزيت أرغان ديال التجميل، زيت أرغان ديال الاكل غيكون ستابل كتر، يصبر كتر الاكسدة. هذا علاش كنأكد انه زيت أرغان الخاص بالتجميل يكون في قريعة بنية، يكون بعيد على الضوء، يكون بعيد على الحرارة، يكون بعيد على الهوميديتي، يكون بعيد على الشمس، يعني تحفظوه في واحد المكان مزيان، او هو غادي تستعملوه الوصفات ديالكم او لا تستعملوه انا غادي نجيب لكم الاستعمالات اللي غادي تستعملوا فيها. على كنظن هذا المصدر سدينا القوس. كاينين سيدات كتار، سيدة ام انا سكينة في مراكش ولكن كترسل لمختلف المدن داخل المغرب وحتى الدول خارج المغرب. فقط خاصكم، لانها كتخدم بار كوموند، يعني ما عندهاش الزيت كيكون واجد، هي كتعطيكم زيت اللي جديد عاد معصور. دونك خاصكم تصلوا بها وتقولوا لها الكميه وغتوفرها لكم وتقول لكم الطريقه باش. المهم نتوما تتصلوا بها، هي تعطيكم الطريقه كيفاش غتواصل معكم. حاجه اخرى خاصكم
تعرفوها، انه زيت ارغان مرطب ممتاز. يعني اللي كيقول لي واش ممكن اننا نستعملوا زيت ارغان بدل الكريم مرطبه ديال الليل، وي ممكن. زيت ارغان فيه كميه ممتازه من الاسيد لينوليك، زائد سكالان، زائد الفيتامين او بكميه ممتازه، اولا الغاما توكوفيرول. دونك هادو راهم احسن حاجه باش بوغ ليداتاسيون ديال الجلد ديالكم، وعاد باش ترموا الجلد وباش تقيوه من تاثير ديال الجذور الحره، وبالتالي تاخروا شيخوخه ديال الخلايا الجلديه. زيت ارغان كمرطب ليلي ممتاز، بالنهار لا، لان راه ما خصكمش تخرجوا به للشمس. دونك زيت ارغان كما قلت لكم عنده داك ليفي ايدغاتون، زائد عنده داك ليفي ريستركتوران، يعني كيرمم لينا الخلايا، وهذا سي بروفي علميا، لان بدراسات جراو على الحيوانات اللي كان عندهم نقص في الاحماض الدهنيه الاساسيه، وبعد دهن بزيت ارغان دهن موضعي، فمن بعد 4 ديال الايام كان واحد تحسن كبير، وكان واحد تعويض ديال هذا النقص ديال الاحماض الدهنيه الاساسيه. دونك هنا ممكن ان الناس اللي عندهم مشكل في جفاف ديال البشره، لابو اللي كتكون غاز، كيستعملوا بكميه شويه، لان هو كيصلح البشره الدهنيه وكيصلح حتى البشره الجافه. زيت ارغان لانديس دو كوميدوجينيسيتي ديالو صفر، يعني هو من الزيوت اللي ما كديرش الحبوب، ولكن راه كاينين استثناءات اللي كتخرق القاعده. كاينين بعض الناس كيديروا زيت ارغان او لاي زيت اخر اللي ما كيديرش الحبوب وكيدير لهم الحبوب. كاينين بعض الناس اللي ما كيوافقوهمش بعض الزيوت، اذا دائما حنا كنديروا لو تيست ديالنا. مي غالبا زيت ارغان كيبقى واحد الزيت اللي ما كانوش دي ديكلاراسيون عليه. الاستعمالات دابا ديال زيت ارغان الخاص بالتجميل، كتقدروا تستعملوه للوجه ديالكم كما قلت لكم ليدغاتاسيون، تقدروا تستعملوه بوحدو، كيف تقدروا تستعملوه مع زيوت اخرى، زيت اللوز، زيت زيتون، يعني كاينين مجموعه ديال الزيوت اللي تقدروا تستعملوه معها. للشعر ممكن تستعملوا كذلك مع زيوت اخرى بحال زيت لافوكا، زيت الخروع، زيت دو نيجيل ديال الحبه السوداء، زيت المهم مجموعه ديال 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 الزيوت. تقدروا زيت زيتون كذلك، وهذا لتغذيه الشعر وباش ما يبقاش داك التقصف. واذا كان الشعر دهني ممكن تستعملوه مع لي بودغ بحال البودرات الهنديه، بحال الحنه، بحال الاوراق الازاز، اوراق العرعر. ف يعني ممكن تضيفوا قطرات باش يعطيكم داك القوه للشعر ديالكم. دونك كانوا مجموعه ديال الاسئله على زيت ارغان، انا غنحاول دابا نجاوبكم عليها. هاد الاسئله كانوا في الفيديو يعني تحت في التعليقات. دونك الاسئله ديالكم كان استعمال زيت ارغان بوحدو هل يفيد؟ يفيد، يعني ممكن ان تستعملوا زيت ارغان بوحدو وتستغنيوا على زيوت اخرى، حتى في الوصفه ممكن استعمال زيت ارغان بوحدو. عندي اللبان يعني اون ريزين، يعني ماشي الويل اسونسييل، ولكن هكذا الريزين ديال اللبان بحال في الصوره، غنوريك لكم في الصوره باش تفهموا علاش كنهضر. وزيت ارغان واش نخلطهم؟ دونك واش هي كتسول واش ممكن انها تخلط لبان مع زيت ارغان ماشي الويل اسونسييل، هاد الريزين. شوفوا في التجميل، في التجميل الفعاليه ديال اللبان غير، هو ما عندوش شي فعاليه كبيره، يعني متواضعه بالمقارنه مع زيت الاساس ديال 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 اللبان. دونك هنا علاش؟ لان لا سوليبيليتي ديال لونسونس ديال اللبان، ما هو ماشي صوليبل، ما كي لي زاكتيف ديالو، المواد الفعاله ديالو ماشي صوليبل، ما كتذوبش في الزيوت، وحتى لي زاكتيف ما كتذوبش لينا في الماء. دونك ما اش غنستافدوا منه؟ يعني ما يدوبش لينا لا في زيت لا في كريم لا في زبده لا في حتى حاجه. الوغ كو الويل اسونسييل الا بغيتو تستغلوا لا ريزين، ممكن ان تذوبوها في الكول اللي يكون نقي، او لا 90 حتى 80 درجه، وعاد تدخلوها في دي بريباراسيون. وهادشي كنظن متقدم عليكم دابا، ممكن يستعملوها الناس اللي يعني كيصاوبوا دي برودوي وكيسوقوا، مي كمبتدئين ما عرفتش. اذا بغيتو راه نوريكم كيفاش ديروا ليه، ماشي مشكل. فوالا. سؤال كيقول عافاك عطينا العبار بالمعلقه. شوفي وشوفوا كاملين، ما عمركم ما تعتمدوا على العبار بالمعلقه،
سورتو في لي بريباراسيون اللي كيكونوا دقيقين. علاش؟ لان معلقه صغيره ديالي انا تقدر تكون ماشي هي نفس المعلقه الصغيره اللي عندك، وتقدري انت تعمريها، انا ما نعمرهاش. دونك ديما اعتمدوا على العبار. شوفوا شريو غير سورينغ، سورينغ ديال 5 مليليتر مع كدير شي 3 دراهم ولا قل في لا فارماسي وتبقى عندكم. وهذيك لا سورينغ راه كتهز 5 مليليتر وكتكون مدرجه، دونك هذيك هي اللي غادي تعاونكم ديما تكون عندكم. نجيو دابا لزيت بذور الهنديه اولا زيت بذور التين الشوكي اللي قلت لكم كيتم استخلاص ديالو من البذور. دونك هنا افضل بلايص اللي ممكن تاخذوا عليهم وهما التعاونيات، لان التعاونيات باقي كيستعملوا طرق بسيطه وكيكون يعني هما اللي كيقدروا يوفروه لكم. اشهر تعاونيه في المغرب اللي كتعمل زيت التين الشوكي، خصوصا انها جات في اكبر منطقه كيتواجد فيها ولا كيتنتج التين الشوكي واللي هي منطقه ايت بعمران. التعاونيه هي اكناريس بويا. هاد التعاونيه هادي ولا تعاونيه اكناري، هاد التعاونيه هادي اللي كاينه في نواحي سيدي يفني. دونك هادي ممكن ان نخلي لكم رابط ديال الموقع ديالهم باش الا بغيتو تكومونديو عليهم. 15 مليلتر ديال زيت التين الشوكي كيدير 150 درهم عندهم. دونك نتوما شوفوا وقلبوا على تعاونيات اخرين، مهم نتوما قلبوا. هادو راه ماشي انا غنعطيكم اشهر تعاونيه، كاينه تعاونيه اخرى واللي هي تعاونيه كتواجد في ابي جعد اولا بجعد نواحي ديال خريبكه، تعاونيه فلورا حتى هي نفس الثمن. يعني الى خديتو قرعه فيها 30 مليلتر يعني الدوبل ديال القرعه الاولى ب 300 درهم. دونك هذا هو الثمن اللي دايرين، وتشوفوا في الموقع ديالهم ودخلوا يمكن تواصلوا معاهم. وكاين كذلك تعاونيه ديال ندى حتى هي كاينه في نواحي ديال في حد ولاد فرج، دونك نواحي ديال مدينه الجديده، حتى هي ممكن انكم تواصلوا معاهم. وانا خليت لكم حتى هما الرابط ديالهم. وكاينين تعاونيات اخرين في نواحي تيزنيت وفي نواحي ديال اكادير، مهم قلبوا وحاولوا انكم يعني تاخذوا عليهم. حاجه اللي غنقول لكم انا هذا هو الثمن اللي كي ابوبري الا خديتو 15 ام ال راه غادي تاخذوه تقريبا 150 درهم. كاينين اللي كيسولوني واش ممكن اننا ناخذ زيوت او زيت التين الشوكي من على الباغا فارماسي او من لا فارماسي. شوفوا اول حاجه شوفوا التعليب، اذا كان هاد الزيوت محطوطين هكا مقابلين مع الشمس مقابلين مع الضوء وهكا كتشوفوا فيهم وفي قراعي بيضين فيفضل لا، ويفضل انكم تقلبوا في مصادر اخرين. ما كيعنيش ان الزيوت اللي كيكونوا في لا فارماسي ولا هذا ما مزيانينش، لا، ولكن اول شرط اللي خاصو يتحترم ديجا راه ما محترمش، دونك نحيدو. كان هذاك الشرط محترم عاد شوفوا منين جاي هاد الزيت هذا. والناس اللي عايشين على برا وبغاو ياخذوا زيت التين الشوكي المصدر ديالو تونس، ممكن تاخذوه من اغومازون. اغومازون حتى هي كتجيب دي برودوي اللي مزيانين، دونك تكومونديوه على اغومازون ماشي امازون، كنهضر على اغومازون. كان سؤال اخر ايضا على زيت التين الشوكي ولا زيت ارغان، واش كي يسمر، واش كيسبوا الكلف، واش كينودوا الشعر في الوجه. نقول لكم فقط سيروا شوفوا النساء اللي كاينين في منطقه ايت بعمران كيفاش داير الوجه ديالهم، النساء اللي كاينين في الصويره كيفاش داير الوجه ديالهم، واللي كيعتمدوا فقط على هاد الزيوت كمرطبات خاصه ملي كيكون الوقت ديال البرد مثلا. دونك شوفوا، ولا حتى ملي كتكون البشره ديالهم ناشفه بزاف. دونك شوفوا هاد النساء كيفاش دايره لابو ديالهم وشوفوا يعني غايبان لكم الجواب. دونك كاين سؤال اخر، واش بالنسبه للنساء اللي كيستعملوا الديفيرين واش ممكن انني نستعمل زيت التين الشوكي فوق الديفيرين؟ بالنسبه لي ممكن، ولكن ما غاديش دوك لي زاكتيف ديالو ما غاديش يدخلوا غير الطبلك، ولكن لي زاكتيف ما يدخلوش السكين، فغتكون غادي تضيعوه. مثلا اذا كنتو كديروا ديفيرين يوم ويوم لا، داك اليوم التالي تقدروا تستعملوا زيت التين الشوكي فوالا. اما فوق من ديفيرين ديروا اي زيت اخر او اي كريم مرطبه اخرى. دونك غنجيو للبان، زيت اساس اللبان ولا ويل اسونسييل دون سونس او لا دوليبو. اول حاجه خصكم تعرفوها انه زيوت الاساسيه ديما ما غنبقاش نقولها ديما، نقولها لكم هذه المره خذوها مني قاعده. زيوت الاساسيه كاينين زيوت اللي كتكون ممنوعه في الحمل في الثلاث اشهر الاولى، وكاينين اللي كيكون طيله فتره الحمل، وكاينين اللي غير ممنوعه على الحامل.
احنا باش نخرجوا من المشاكل او لا باش نتفادوا او لا باش حتى المتلقي او المتلقيه ما يتخربقوش، كنقولوا ان الزيوت العطريه كاملين او زيوت الاساس كاملين ممنوعين على المراه الحامل والمرضع والطفل دون 3 سنوات، دونك كنمنعوهم باش نتهناو. بالنسبه لزيت اساس لوليبون ممكن انكم تاخذوهم على بزاف ديال المصادر. بالنسبه للناس اللي عايشين برا المغرب ممكن انكم تاخذوهم على بروبوس بيو كما كتشوفوا في الصوره ديالو هكا، هذا سيرتيفي بيو ايكو سيرت والثمن ديالو رخيص 8 اورو، دونك فوالا كلشي لي ريفيرونس نخليهم لكم في لا بار دانفو. ممكن تاخذهم على هاد الموقع هذا او على هاد لا مارك هادي، وممكن كذلك تاخذوها على امازون وتاخذوا لا مارك ديال جرين نيتشر، هذا الثمن ديالو فقط 7 ديال الاورو. وممكن تاخذوها على ارومازون، غنخلي لكم الرابط ديال البرودوي في ارومازون الناس اللي عايشين على برا، والناس اللي عايشين يعني في المغرب او لا في بلدان اخرى. مهم الناس اللي عايشين في المغرب ممكن انكم تاخذوا من البنات اللي كيجيبوا دي برودوي ديال ارومازون فحال لي بودغ فحال. وهنا غنخلي لكم معلومات على جوج سيدات، وحده كتصيفطهم لكم من لا فرانس وسيده عايشه هنا في المغرب وتقدر تصيفطهم لكم. مهم تواصلوا معاهم وشوفوا حتى عملوا مقارنات وشوفوا هما سيدات الله يمرها دار تواصلت معاهم لان رشحوهم ليا البنات في الجروب ديال لا بوزيتيف. دونك شوفوا نتوما ولا كتعرفوا وحدين اخرين عاود كيبيعوا في دي فوندوز ديال ارومازون كتعرفوهم ممكن تطلبوا ليهم هذا. المهم هاد جوج سيدات هادو انا جاوني التعامل ديالهم غيكون مزيان، وشوفوا نتوما وشوفوا حتى لي بري وشوفوا اللي يناسبكم. وممكن تشوفوا على تاخذوها على باغا فارماسي لي الكترونيا بحال لا مارك فوتوسان كتوفرها ويبارا.ما هذه كتوفرها ب 192 درهم. دونك شوفوا نتوما قلبوا وشوفوا، انا غنعطيكم مجموعه ديال المصادر غير باش كوم سات اوريونتا، وانتم شوفوا. وطبعا تحطوا لي الاسئله ديالكم، ديما حطوا الاسئله ديالكم باش هكذا نشوف معاكم. دونك كنظن هادو هما اغلبيه ديال الاسئله اللي طرحوا في الفيديو، انا ما قدرتش نجاوب على كل وحده بوحديتها، داكشي علاش فضلت انني نجاوبكم هكا فيديو، ما كنتش باغا نعطي لي مارك ولا ما كنتش باغا يعني نقول لكم منين نجيبوه، ولكن كان واحد الالحاح كبير 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 بزاف، كلشي تيقول لي درتي اجر خاصك تكملي. دونك كنتمنى هكذا تستافدوا الناس اللي ما عندهمش القدره على انهم يشريوا زيتين بودور تين شوكي ولا يشريو الويل اسانسييل دونسونس يكتفيو بزيت اركان. نعاودها لكم، نساء الحوامل يعني باش للوقايه من لي فيرجيتور او لا تشققات الحمل يستعملوا دهن يومي للبطن والمنطقه ديال الفخذين والمنطقه ديال الصدر بزيت اركان الخاص بالتجميل، راه مفيد لكم بزاف بزاف بزاف. ومنين تقرب الولاده واحد شويه حاولوا تدهنوا حتى الحلامه ديال الصدر. دونك كنتمنى ان يعني تكونوا استفدتوا منها. بزاف الناس اللي سولوني على زيت زيتون حتى هو شنو الموقع ديالو في التجميل، غادي نهضر لكم عليه. باقي فيديو من بعد ان شاء الله غنهضر فيه على فوائد زيت اركان للاكل حتى هو خصنا نطرقوا ليه. الفيديو اللي غيكون مورا هذا غيكون مجموعه من الكريمات المضاده للتجاعيد، غنعطيكم الغالي وغنعطيكم الرخيص وغنديروا مقارنات باش تخرجوا في اخر الفيديو مقتنعين ان شاء الله. الفيديو ديالنا اليوم سهله، خليت لكم الراحه، نتلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم بالسلامه عليكم.